السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا، حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم. عيلتي الأكابر، اليوم معنا أخبار مهمة عن عملات الميم وخبر جدا مهم، وأيضا معنا خبر قادم من منصة باينانس على العملات المشفرة والألت كوين ككل، وأيضا لا تنسوا أن هنحلل عملة XRP، وأيضا كمان عنا صوت اليوم السبت الساعة 12 مساء على جروب التليجرام المثبت في صندوق الوصف والتعليقات لليوتيوب. فلذلك قبل ما بلش بحب ذكرك إن كنت حابب تكبر محفظتك المالية وتدخل لعالم المضاربة بالطريقة الصحيحة، انضم لنا على رابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف والتعليقات لليوتيوب. فوت فوتك يا معلم. طيب يا شباب، مثل ما لكم شايفين السوق مولع نار وشرار، خضرة يا بلادي خضرة، انجوي يا حبيبي انجوي. والله يعني السوق يا شباب ما في معه مزح اليوم بنوم، كله مولع اخضر. ان شاء الله دائما ايامكم ربح يا شباب، ومن ربح لربح. طيب يا شباب خلينا ننتقل الان للاخبار. طيب يا شباب، معنا اول خبر على الايثيريوم. فعليا الايثيريوم سلعة، تمام، مثل البيتكوين يعني سلعة، اوكي وليس يعني اوراق مالية مثل ما بيقولوا، تمام. فلذلك كوين بيز الان قانونيا مع الايثيريوم اموره بخير، وان شاء الله يعني نزلت حتى ببورصة نيويورك، ان شاء الله حيكون في خير على الايثيريوم كتير. ورسميا ايضا الاس اي سي وافقت على صناديق الاي تي اف، تمام، للايثيريوم. ايضا في معنا هذا الخبر، الميتا ماسك تمت إضافة الدعم البيتكوين على كوين ديسك. هذا كتير إيجابي لموقع كوين ديسك، إذا بتعرفوا لنا الأخبار حيصير في مدفوعات عن طريق البيتكوين والميت تماسك، يعني شراكة حلوة أنا بشوفها. ملخص صناديق يعني الـ ETF باختصار عن الإيثيريوم، أنا المتوقع كان أنه صندوق الـ ETF بالساعات الأولى هذا اليوم يكون موافق عليه، ولكن اتأخر للمساء شوي، تمام. وايضا ساوى هذا انخفاض بالايثيريوم 7% بسبب التغريدات على السوشيال ميديا انه ما راح يوافق وراح ياجلوا كذا، يرى لبكوا الناس خافت ارتعبت. اخي خايف لا تفوت بهذا السوق، انا بصراحه بده يكون قلبك حديد وبدك تدرس مشروعك منيح وتعرف كيف تدخل وتكون قناص سنايبر يا حبيبي. وايضا قال يعني محلل بلومبورغ لم يرى اي دليل انه ما يتم الموافقه على الايثيريوم، وانا قلت من اسبوع انه حيتم الموافقه عليه. والقادم اعظم، هلا عندكم الاكس ار بي وعندكم ايضا سولونا، وتوقعات بعام 2025 يتم الموافقه عليهم. حضروا حالكم يا شباب، الخبر مؤكد. ايضا معنا هذا الخبر الضخم من منصه باينانس، فاجاتني نوعا ما انه حتقرر باينانس تنزل عملات انكماشيه، يعني عملات السبلاي تبعها قليل، تمام. ليش؟ من اجل عملات الالت كوين تعمل ارتفاعات وايضا مكاسب للسوق. موسم العملات الالت كوين اقترب، كونوا مستعدين. هذا الخبر كتير ضخم من منصة باينانس. مؤسس عملة دوج كوين الله يغفر لك يا اسمه كابوسو ما أعرف إذا بلصه صح، مؤسس عملة دوج كوين الله يغفر له توفي اليوم، وهو أيضا كان العراب لعملة شيبا. يعني السوق من وقت ما فات في عملات كلاب وقطاط السوق اتدمر، بس عملات الميم ما في عليهم أي كلام، بيربحوا جدا مع انه بدون مشروع بدون كذا، بس ولكن العالم بتحبها. ايضا عم بيقول بنك ستاندر تشارتر انه صناديق الاستثمار الاي تي اف المتداوله لسولونا واكس ار بي يمكن ان يتم اطلاقها في عام 2025، فتاكدوا الاكس ار بي هو القادم. اكس ار بي يا شباب، سولونا ما بعرف، الله اعلى واعلم اذا تبنوها، ممكن البي ام بي، يعني العملات السبلاي تبعها والفوليوم عالي يكون. لا تنسوا صوتي السبت الساعة 12 مساء، تحدث عن صناديق الاي تي اف وشو اهم المتغيرات بصناديق الاي تي اف، وايضا وضح لكم افكار يمكن غايبة عنكم عن صناديق الاي تي اف، وايضا عن عملات الميم، وايضا نحلل السوق والعملات الرقمية. كونوا مستعدين، لا تضيعوا هذا الصوتي حيكون كتير مهم، تمام يا شباب. خلينا نتجه الان لتحليل عملة XRP. طيب يا شباب، الان عملة XRP عنا ياها بمثلث صاعد، ليكو هذا هو المثلث الصاعد امامكم كتحليل فني. عندي كان في صعود بعد منه هبوط بعد منه صعود، يعني عندي قمتين مزدوجتين تم الهبوط والتصحيح ولله الحمد، الان العملة عم تصعد. هلا في عندي بهي المنطقة 0.54 لكودة، اذا تم اختراق هي المنطقة 0.54 ان شاء الله حتذهب ل 57. اول ما تشوفوا شباب، انا يعني عم بقول لكم اياها للجميع، اول ما تشوفوا عملة XRP باغلاق يومي
اعلى منطقة الصفر فاصلة 57 ان شاء الله تعالى حتشوفوا صعود يسر الناظم، يعني بعد منها حتتجه لصفر فاصلة 62 وبعد منها لصفر فاصلة 69. كونوا مستعدين، هي اهم مناطق البيع بالنسبة لعملة XRP. الان جدد التحليل بعملة XRP، افضل منطقة شراء هي صفر فاصلة 51. هلا بده يسأل الراوي فيني ادخل الان؟ الامر بيرجع لكم، يعني ما في فرق كتير، يعني 1% 2% فيك تدخل الان، انا بشوفها عادية يعني، بس دائما يكون عندك ادارة مالية، ما تدخل all in. اتفقنا يا عبطال؟ دائما هذا الامر لازم يكون يعني نص بعينيك مثل ما بيقولوا، تمام؟ عشان انا حطك من اني عيني وحبك، اوكي يا شباب؟ ما تفوت بكل رأس مالك، دائما على اقسام قسم رأس مالك، وان شاء الله بتحققوا مكاسب وارباح بصفقة الاكس ار بي. لا تنسونا من الدعاء واللايك والسبسكرايب والدعم للمحتوى فضلا وليس امرا. خلينا نشوفكم بجروب التليجرام المثبت في صندوق الوصف والتعليقات لليوتيوب باقرب فرصة ممكنة. مع تسلسل صوتي يوم السبت الساعة العاثية الساعة 12 المساء شباب، تمام يا أبطال؟ بدل لك بالنهاية that is not financial advice but I'm always right. Stay safe and see you soon. Bye bye guys.